حتى لا يقع البعض في خلط أن مجلس الأمة ليس معنيا بالموافقة على مكافحة الصفوف الأمامية، لأنه تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء. مجلس الأمة يتحدث عن اعتماد إضافي بقيمة 600 مليون تقدمت فيه الحكومة. حتى لا يعني يغالط البعض بالمعلومات، أريد أن أوضح بعض الحقائق المهمة جدا. مجلس الوزراء وافق بتاريخ 25/5/2020 قبل 11 شهر على مكافأة الصفوف الأمامية، وهذا كتاب موجه من الأمين العام مجلس الوزراء إلى الأخت وزير الدولة الشؤون الاقتصادية أخت مريم العقيل بمضمون هذه المكافأة والآلية في 25/5/2020. السؤال الذي يوجه للحكومة، لماذا لم تضمن ميزانية 2021 التي أقرت في 9/9/2020 بعد 4 أشهر من قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مكافأة الصفوف الأمامية؟ أقرت الميزانية العامة دون أن تتضمن قيمة الاعتماد المخصص لمكافأة الصفوف الأمامية.